احنا في رسالة معلمنا بطرس، الرسالة الأولى أول إصحاح. فكركم تاني بالجزء الأولاني، معلمنا بطرس بيبتدي الرسالة بتشجيع الناس اللي دخلوا الإيمان على احتمال الآلام، فبيسميهم المختارين وبيسميهم المتغربين، وقال لهم ان ربنا بعلمه السابق وبرش دم ربنا يسوع المسيح وبتقديس الروح بيخلص. وبعدين قال لنا مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيره ولدنا ثانيه لرجاء حي، وقلنا يقصد به الميلاد الجديد في المعمودية بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم، أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. فقلنا ان الميراث في السماء محفوظ، واحنا اللي على الارض محروسين بقوة الله لهذا الميراث، يعني الميراث ما يضيعش، واحنا كمان بنعمة ربنا ما نضيعش، لاننا محفوظين او محروسين لخلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير. لكن لينا دور عشان نوصل، الدور ده في كلمة محروسون بإيمان، يعني طول ما احنا عندنا إيمان وإيمان عامل فنمسك في السماء ويبقى لنا نصيب في السماء. مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، برضو اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الخلاص بمعناه اللي تمه المسيح على الصليب، والخلاص بمعناه التوبة المستمرة في حياتنا على الأرض، والخلاص بمعناه الأخير انه في الزمان الاخير في يوم الدينونة نخلع هذا الجسد ونلبس الجسد الممجد، وده اسمه خلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير. نكمل، احنا في عدد 6، بطرس الاولى 6:1-6. الذي به تبتهجون، بايه؟ بالخلاص. الذي به تبتهجون، مع انكم الان إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. أسلوب معلمنا بطرس، لأنه في الرسالة دي بالذات يتميز بالدسم والعمق والتركيبات الكبيرة، خلى بعض المفسرين يعترضوا أن دي بتاعت بطرس، من كتر ما هم حاسين أن الكلام الدسم ده والتركيبات العميقة دي تمشي مع واحد زي بولس، لكن بطرس أبسط من كده. لكن احنا بنقول ان الروح القدس اللي اتكلم على فم بولس هو اللي بيتكلم على فم بطرس. في نفس الوقت بطرس ما كانش شخص أمي بالمعنى الحرفي، لا، كان على درجة من الثقافة بس متوسطة بالنسبة لبولس يعني. فهنا بيقول الذي بالخلاص تبتهجون، يعني احنا كمسيحيين لازم يبقى في حياتنا بهجة، ولازم يبقى في حياتنا فرح، ومصدر الفرح مش عندنا فلوس او ما عندناش، او عندنا مشاكل او ما عندناش، لا، عندنا خلاص استلمناه من المسيح، به نبتهج. الخلاص ده اللي عمله المسيح على الصليب، الخلاص ده اللي مرتبط بوعد ربنا أنا ذاهب أعد لكم مكانا وإن أعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي. الخلاص المستعد أن يعلن في الزمن الأخير إن احنا مستنين المسيح يجي عشان نورث معاه الأبدية. فنحن بالخلاص نبتهج. فبهجة المسيحي أو فرح الإنسان المسيحي عنوانها الأساسي إنه فرحان بخلاص ربنا، فرحان باللي ربنا عمله معاه وبيعمله معاه وهيعمله معاه. احنا قلنا الخلاص ما نقدرش نقول عليه كلمة في الماضي بس، لا، الرب خلصنا ويخلصنا وسيخلصنا لملكوته الأبدي.
وبالخلاص احنا فرحانين، فرحانين ان ربنا اشترانا بدمه وانه بيحافظ علينا بروحه القدوس وبيحرسنا وبيحضر لنا المكان في السماء عشان يدهلنا يوم الاخير، فبه نبتهج. وعشان كده المسيحي اللي ما عندوش بهجة في حياته معناه موضوع الخلاص مش شغله، معناه ان الصليب والفداء والقيامة دي بالنسبة له قصة يعني لا تمثل قيمة، قصة تاريخية، مسيح جه في يوم من الايام ومات وقام وصعد خلاص. لكن هو خد منها ايه؟ هو مش حاسس انه خد حاجة، هو مش واخد باله ان القصة دي هي سر فرح او سر ابديته، انه معناه بايمانه ده وتمسكه بالمسيح له نصيب في الابدية، وانه مش خايف يموت زي ما بقية الناس خايفة تموت، وانه ليست لنا ها هنا مدينة باقية لكننا ننتظر العتيدة. كل المعاني دي مش في دماغه، فما عندوش فرح الخلاص. عشان كده العذراء مثلا تقول تبتهج روحي بالله مخلصي، وداود يقول رد لي بهجة خلاصك. الخلاص له بهجة، اللي فاهم اللي المسيح عمله ده له فرح وله بهجة لا تتغير. اي فرح في الدنيا تغير، لانه مشكلة اتحلت فانت فرحت، شوية هتلاقي مشكلة جديدة تغمك، او فرحت بقرش جه بكرة القرش يروح. فافراح الدنيا وبهجة الدنيا ليس لها دوام ابدا، اما بهجة الخلاص فليها دوام. ليه؟ لان خلاص القصة مش هتتغير. المسيح له المجد جه من محبته وفدانا على الصليب وذهب يعد لنا مكانا. اللي عنده ايمان بهذه الحقيقة وعايش على رجاء يكون نصيب في الأبدية به يبتهج، بهذا الرجاء يبتهج وبهذا الإيمان يبتهج. طيب معنى كده نبقى فرحانين على طول؟ ما فيش أي حاجة تنغص الفرح؟ لا، الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. يعني إحنا بنبتهج بخلاص الله وبعمل الله، لكن الآن يجب أن نتألم قليلا. يعني مع أن في موضوع مفرح وفي خلاص هذا مقداره، يعني خلاص عظيم جدا ربنا جيب نفسه عمله، لكن من الضروري أن يكون في حياتنا ألم. يجب أن نتألم قليلا، ده كلام الكتاب، لأن الخلاص ده مش هنقدر ناخده إلا لما نعدي على طريق الصليب وطريق الألم. إما كانش لينا شركة في ألام المسيح مش ممكن يبقى لنا شركة في قيامته ومجده في السماء. فعشان كده يقول الذي به تبتهجون، نحن نبتهج بالخلاص، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا. يعني بالرغم أن أنتم فرحانين بالخلاص لكن لازم النهاردة تحزنون قليلا، يسيرا يعني قليلا. واحد يقول يا رب كل الأحزان اللي في الدنيا دي قليلا، ده أحزان تقيلة يا رب، ده مشاكل وهموم وتجارب وحاجات فوق طاقتنا. هي في نظر الله يسيرا قليلا، وفي نظرنا احنا بعد ما نعدي الدنيا ودي وندخل الراحة الأبدية هتبان ان الألام اللي عدينا عليها دي كانت أحزان يسيرة، لكن في نظرنا واحنا جوه الاحزان لا دي حاجه كبيره قوي وحاجه فوق طاقتنا، ونقعد نصرخ لربنا يا رب ارفع التجارب، فك الازمات، شيل يا رب الاحزان دي. يجب ان نتأل، الكتاب بيقول كده، ان كان يجب تحزنون ولكن يسيرا، بمعنى الام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد يستعلن فيه. يعني ألام اليومين اللي على الأرض لا يمكن يقاسوا بمجد السم وفرح السم. فيجب أن نتألم بالرغم أننا في نفس الوقت يجب أن نفرح بالخلاص. الاثنين دول يبان عكس بعض. واحد يقول في آية واحدة بيقول تبتهجون وتحزنون، جبها ازاي دي؟ الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب أن تحزنون. في آية واحدة في الحياة المسيحية كده، في بهجة بربنا، في
في فرح بخلاص ربنا بعطايا ربنا بانتظار الأبدية، وفي حزن في التجربة، وفي ألم في الحرب، وفي ضيقات، وماله ده، هي دي اللي هتثبت الفرح الروحي. ده بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، لأن مفيش واحد تجربته زي التاني، أنواع من التجارب ملهاش آخر. إن كان خسارة مادية بأي شكل، إن كان آلام جسدية، إن كان أمراض وأمراض نفسية، إن مشاكل في البيوت، إن كان مشاكل في التربية، إن كان مشاكل مع الناس، إن كان اضطهاد في البلد، إن كان ضيقات من أجل البر والأخلاق الحلوة، كل دي اسمها تجارب متنوعة. تجارب متنوعة، ونفس التعبير استخدمه معلمنا يعقوب لما يقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة برضه، لأن كل الآباء عارفين أن التجارب متنوعة. اوعى حد فيكم يفتكر أنه ممكن يمشي مع المسيح ولا يصيب تجارب، لكن مش بالضرورة أبدا يكون زي فلان أو زي علان. في تجارب متنوعة، وربنا بيختار لكل واحد فينا التجربة اللي تناسبه، وبيقول له وبيوشوشه حبيبي التجربة دي تجربة يسيرة يعني قليلة. تقول له يا رب أنا شايفها تقيلة، يقول لك عارف لما تجيل السماء وتبص عليها هتعرف أنها كانت يسيرة. طول بالك بس وتمسك بالفرح وتمسك بالإيمان وما تضيعش جهادك، عشان لما توصل تقول لي يا رب أشكرك أنك أنت سمحت لي بالتجارب. ده من غير التجارب نطلع من السك، نضل الطريق. فالتجارب هي اللي بتأمن مسارنا للسماء. يمكن التجارب دي هي اللي تكللنا في السماء، هي اللي تنقينا، لأنه هيجي بعد كده معلمنا بطرس يقول لأن من تألم في الجسد كف عن الخطية أو كف عن الخطية. يعني لما يكون تصور معايا واحد مريض عمال يتلوى من الوجع، ده يعرف يفكر أفكار شريرة ده وده وقته، ولا يفكر في الانتقام من حد، ولا الكلام على حد، ولا يضحك على حد، مش وقته، هو موجوع. أهو كتر الآلام بأنواعها تنقي الإنسان من كثير من الخطايا. الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. احنا عايشين في فرح ومع حزن التجارب في نفس الوقت. لكي تكون، ايه قيمة بقى التجارب المتنوعة دي؟ لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني الذي يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. التجارب دي المتنوعة بتعمل ايه؟ بتعمل حاجة اسمها تزكية الإيمان. يعني احنا كلنا عندنا إيمان بالله، وكلنا يعني احتملوني إيماننا ضعيف. ايه اللي يزكي إيماننا؟ يعني ايه اللي يقدم إيماننا قدام ربنا ويديله كده نوع من الكرامة، زي اللي ذاكر نص نص وخايف ينجح؟ طب ايه اللي ينجحه؟ لازم امتحان، وامتحان يجي على قده كده يقوم ايه اهو ذاكر وعدى. فالتجربة هي تزكية الإيمان. يعني الإيمان بتاعنا، الإيمان البسيط بالمسيح له المجد وبعمله الخلاصي وبالأبدية وبتعليمه وبالحياة المسيحية، ده إيمان موجود عندنا، لكنه يتزكى يعني يرتفع في القدر والقيمة ويقف قدام ربنا حلو بالتجارب. فتكون تزكية الإيمان أشبه بإيه؟ بالذهب. الذهب لكي يتنقى يمتحن بالنار. كل المعادن القيمة يعني اللي بيبقى فيها شوية شوائب يصهروها ويدخلوها في نار عشان النار تاكل الشوائب، لكن المعادن الثمينة النار ما تقدرش تاكلها. فبيقول إن كان الذهب يتنقى بالنار يمتحن بالنار، طب ده انتوا أغلى من الذهب. هذا الإيمان اللي كله شوائب وكله شكوك وكله ضعفات وفي حاجات كثيرة مش معطلات،
ايه المانع ينصهر جوه التجارب تقوم الشوائب كلها تتحرق ويطلع الايمان مزكى؟ يعني ايه؟ يفضل لك من حياتك بس شوية ايمان بربنا، شوية حب بربنا، شوية حياة مقدسة. طب التعلق بالماديات، ما هو التجارب قطعت نفسي وخلتني انسى العالم؟ واحد مرة كان تجرب تجربة قاسية، قال لي ما معناه العالم صغر جدا في نظري، كان كبير قوي وكنت ملهي بيه جدا، بعد التجربة صغر جدا في نظري، بقى اللي يجي زي اللي ما يجيش مفيش حاجة تفرق. يبقى التجربة عملت ايه؟ زكت ايمانه، والامتحان دخله في النار شال منه الشوائب ففضل ذهب. فيقول لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن، يعني الإيمان أثمن من أي ذهب في الدنيا، من الذهب الفاني، يعني الذهب ده حاجة فانية لكن الإيمان مش فاني أبدا، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد. إذن التجارب دي هي اللي تخلي ربنا في السماء يقول لك تعالى حبيبي نعما أيها العبد الصالح. امتى تاخد مديح من ربنا؟ على قد التجارب اللي انت شلتها، وعلى قد الصبر اللي انت احتملت، وعلى قد الشكر اللي انت قدمته لربنا وسط الضيقات. توجد للمدح، المدح من قبل الله، والكرامة من قبل الله، والمجد من قبل الله. يبقى التجارب المتنوعة اللي هي تزكية للإيمان نسمع قصادها في السماء أنها للمدح والكرامة والمجد، بس امتى؟ عند استعلان ربنا يسوع المسيح، لما يجي المسيح. قبل كده يمكن ما تسمعش كلمة حلوة على التجارب، يمكن يطلع لك شوية زي أصدقاء أيوب يسمعوك كلمتين زي السم في التجربة ويقولوا لك ده انت خطيتك هي السبب، ده ربنا غضبان عليك، ده انت إنسان بطال، ده وكلام ما يعزيش وكلام يتعب. طب يا رب انت مديني تجربة وكمان بتسمعني كلام تقيل، معلش خلي المدح والكرامة والمجد فين؟ لما يجي المسيح يقول لك حبيبي أنا مقدر كل اللي انت استحملته، أنا الوحيد اللي عارف انت تعبت قد ايه، أنا اللي حاسس بيك يوم بيوم وساعة بساعة، كنت حاسس بيك في كل ضيقة هم تضايق. فيجي يقول لك تعال خد المدح والكرامة والمجد عند استعلان ربنا يسوع المسيح. عشان كده واحد من القديسين قال اللي بيهرب من التجارب أو اللي بيهرب من الألم كأنه بيهرب من ربنا. من يهرب من الله من يهرب من الألم يهرب من الله نفسه. لما تيجي تجربة، نرجع تاني للي قاله يعقوب اللي حضر معانا رسالة يعقوب، احسبوا كل فرح. ليه؟ لأنه في الآخر يوجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. ذلك وإن لم تروه تحبونه. يبقى هو كلمنا على الحياة الجديدة، الميلاد الجديد، والرجاء الحي بقيامة المسيح، والميراث اللي مستنينا في السماء، وإحنا محروسين على الأرض وفرحانين بخلاص ربنا، لكن لازم يكون في أحزان، والأحزان دي زي النار اللي بيمتحن الذهب. وبعدين يقول لنا إيه؟ ربنا يسوع المسيح ده اللي احنا مستنينه يكافئنا على احزاننا، واللي هو اساس خلصنا وعمل ده كله معانا. ذلك وان لم تروه تحبونه. في لغز في حياتنا المسيحيه، ان احنا مش شايفين المسيح بعينينا لكن بنحبه، وهو ده اللي اسمه الايمان المسيحي، انك بتحب شخص مش شايفه بعينك، بتحب شخص حب حقيقي لكن دون ان تراه. فبطرس يقول لنا ما يهمكوش، ده هو ده الصح. ذلك وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. تلاحظوا أنه حتى ثلاث معاني في بعض. قال لنا أن احنا عايشين على الإيمان. الإيمان هو إيه؟ هو أنا عندي ثقة في ربنا يسوع المسيح اللي أنا مش شايف زي ما أنا شايفكم كده، والإيمان ده بيخليني مش بس متأكد إن المسيح ده شخص حقيقي وموجود، ده بيخليني أحبه. مش بس بقول إن المسيح موجود والمسيح إله، ده بيني وبينه علاقة،
بيني وبينه شركة، بيني وبينه حب حتى لو مش شايفه بعيني، ويوم بعد التاني وصلاة بعد التاني وقعدة بعد التاني وخلمة بعد التاني وقداس بعد التاني، كل مدى الحب يزيد والعلاقة تزيد والشركة تزيد ويفضل برضه وإن لم تروه تحبونه. طب إزاي تحب واحد مش شايفه؟ ذلك وإن كنتم لا ترونه لكن تؤمنون به. يبقى اللي بيخليني أتعامل مع شخص أحبه وأنا مش شايفه هو الإيمان. عشان كده صعب نفصل الإيمان عن المحبة. الإنسان فينا يؤمن أن المسيح إله حقيقي وموجود وسمعنا وحاضر وسطينا ونحن نحبه حتى وإن كنا لا نرى بعيننا. والحب يزيد مع الأيام ومع التجارب ومع العشرة ومع الصلاة ومع كل عمل روحي، فنبقى ارتبطنا بارتباط حقيقي. وإن كنتم لا ترونه الآن، شوف الحكمة بتاع بطرس كمان يقول إيه، لا ترونه الآن ليه؟ أصل بكرة هنشوف، النهاردة بس مش شايفين. النهاردة بنتعامل معاه بالإيمان، لكن بكرة لا عين، يعني هنشوفه بالعيان، نراه وجها لوجه. وكل اللي عشنا نتكلم عنه ونفكر فيه ومش قادرين نلمسه بأيدينا ونشوفه بعينينا هنشوفه فعلا. فبيقول إن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به مجيد. إذن في الفرح اللي كان بيتكلم عنه، رجع يتكلم عنه تاني، إن اللي عنده إيمان بالمسيح له المجد وعنده حب ربنا يسوع المسيح يبتهج بفرح لا ينطق به. لا ينطق به يعني إيه؟ يعني لا يعبر عنه. يعني لما تقرب من ربنا قوي وتحبه قوي يبقى عندك فرح لا يوصف، ومحدش يقدر يعبر عنه ولا أنت تعرف تعبر عنه. عارفين لما واحد يقول الفرحة مش سيعة، هي مش سيعة دي أقل من لا ينطق به، أقل. طب ده احنا لسه ما شفناهوش بعينينا. ما هي دي بس المقدمة، انت لو أمنت بيه النهاردة وحبيته قوي النهاردة هتفرح بيه قوي، فكم بالأولى جدا لما تشوفه بالعين في السماء. فتدوق فرح مجيد. ليه مجيد؟ لأنه فرح سماوي، لأنه فرح مش من الدنيا دي، فرح مش من النوع الأرضي الغاش السطحي ده، فرح ممجد زي فرح السماء بالظبط. فإحنا بندوق عينات من فرح السماء، الناس اللي قاعدة قدام ربنا فرحانة جدا في السماء، إحنا بندوق نفس الفرح ولو بدرجة أقل بالإيمان بالحياة مع ربنا على الأرض. عشان كده الواحد يغمض عينه يقعد يكلم ربنا ويتعذب ويفرح قلبه ويدوق فرحة سماوية مش موجودة في الدنيا. وبعدين يقول امتى بقى رب افتح عيني واشوفك عيني عينك كده، وساعتها الفرح يكتمل. سأراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. تبتهجون بفرح لا ينطق به، ده بيكلمنا واحنا على الارض، ده مش بيكلمنا عن فرح الابدية، ده بيقول لنا من هنا لو عندكم الايمان ده والمحبة لربنا يسوع المسيح له المجد، من هنا تبقى عندكم فرح لا ينطق به، يعني لا يعبر عنه ولا يوصف ولا يوازي أي فرح من الدنيا، وهو فرح مجيد بعيد تماما عن كل الأفراح الشهوانية والجسدية والأرضية. طيب واحد بيحب ربنا وعنده إيمان بربنا وبيحتمل التجارب في سكة ربنا، والتجارب بتزكيه كل يوم وبتنقيه ومشغول وفرحان بالخلاص اللي ربنا عمله له، طيب وإيه كمان المفروض يبقى علينا؟ يقول الفرحة اللي جوانا دي تدينا حماس لقضية واحدة بس. ما هو اللي فرحان ده بيبقى متحمس، بيبقى سخن، بيبقى أكتف كده. الحزين بيبقى بليد ومحبط كده وساكت، لكن الفرحان بيبقى عاوز ينطلق يعمل حاجة. إيه اللي يشغلك يا فرحان؟ إيه اللي يشغلك؟ نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. وانت ضايق الفرح الذي لا ينطق به، وانت فرحان بعشرة ربنا، وانت حاسس ان حتى التجارب اللي حواليك بتزكي إيمانك وليها أجر سماوي حلو، يبقى كل اللي يشغلك بعد كده عاوز تخلي كل الناس تدوق الخلاص ده.
عاوز النفوس كلها تخلص، عاوز غاية الإيمان اللي جواك يعني هدف علاقتك بربنا يتحول إلى خلاص لكل من حولك. عشان كده مفيش مسيحي حقيقي ما بيخدمش، ومفيش مسيحي حقيقي فرحان بربنا وشبعان بربنا إلا ويشغله جدا إن الناس كلها تعرف ربنا من غير ما حد يقول له روح افتقد فلان أو علان. هو قلبه من ساعة ما يحب ربنا ويفرح به يبقى عاوز كل الناس تعرف ربنا وتحب. نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. يبقى كل ما إيماننا يتقوى بربنا يسوع المسيح، كل ما يبقى هدفنا في الحياة أن نخلص على كل حال قوم. ده اللي يخلي واحد زي بولس الرسول مش عارف ينام. ما تنام يا عم زي الناس وتريح جسمك، لا مش عارف أنام ومش عارف أكل ومش عارف أفكر في حاجة تاني. متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد، كل واحد يقابله عاوز يعرفه بربنا صبح وليل، ما عندوش مواعيد. وأقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. ليه كمان غير مناسب وقت غير مناسب؟ طب ما فيش داعي تتكلم مع حد يمكن الوقت مش مناسب. لا ما فيش حاجة اسمها وقت مش مناسب. من كتر حماس الشخص وفرحه بربنا بيبقى مستخسر انه اي واحد يقابله ما يعرفوش بربنا. وطبعا احنا مش عاوزين فيها نوع من التمثيلية التقوى، دي تيجي بتلقائية. ودليل التلقائية والتقوى هنا الصلاة من اجل الناس. يمكن احنا بنعرفش نتكلم عن ربنا لكن اكيد نعرف نصلي عشان الناس. يمكن انت ما تعلمتش ازاي تكلم واحد غير مؤمن بربنا او تكلم واحد بعيد عن ربنا عن ربنا. يا ريتك تتعلم، بس اللي قبلها والاسهل واللي في ايدك من النهاردة انك كل شخص تشوفه تقول في سرك يا ريتك تعرف ربنا، يا ريتك تدوق الفرح الذي لا ينطق به مجيد، يا ريتك تعرف سر الايمان بربنا يسوع المسيح تبقى حياتك حاجة تاني. وان كان قصاد عينك يوم واثنين وثلاثة لازم تتكلم معاه. ده القديسين يقولوا نحن لا نستطيع أن لا نتكلم. الآباء الرسل لما قالوا لهم بصوا احنا هنديكوا علقة سخنة وهنطلعكوا براءة بس بوعد ما تجيبوش سيرة المسيح تاني، قالوا لهم ما نقدرش، احنا مش عارفين نسكت، احنا حاولنا نسكت ما عرفناش، مش احنا بنحاول نتكلم مش عارفين. هما بيحاولوا يسكتوا مش عارفين ليه، فرحانين بربنا وشبعانين وحاسين ببهجة الخلاص ومستنين يروحوا السماء وشايفين جهنم في الناحية التانية هتبلع ناس كتير قوي. مش معقول يسكتوا، مش معقول يسكتوا وشايفين الناس بتضيع. نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. يبقى هدف الإيمان الحقيقي أن تنشغل بخلاص الآخرين. عشان كده كل واحد له علاقة قوية بربنا لازم يفكر في اللي حواليه، ولو ما فكرش في اللي حواليه تبقى علاقته بربنا مش مظبوط، تبقى في حاجة غلط. التدين المسيحي تدين غير أناني بالمرة. التدين المسيحي يخلي قلب الواحد يشتهي أن كل الناس تعرف ربنا قبل منه. ده بولس يقول كنت أشتهي لو أكون أنا محروما من المسيح من أجل أنسباء اللي في الجسد. بقى بولس اللي بيموت في المسيح وبيحبه جداً يقول صدقوني لما بفكر في اليهود نسايبي بقول كانوا يعرفوا هم المسيح وانا اتحرم منه كان يبقى احسن. قد كده بتحبهم؟ انت بتحب المسيح جدا. قال معلش بس يا ريتهم كانوا سبقوني وعرفوا المسيح بدالي او قبلي. نائلين غاية ايمانكم خلاص النفوس. الخلاص الذي فتش وبحث عنه انبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لاجلكم. الخلاص ده مش قضية النهاردة بس، ده الخلاص ده هو قصة التاريخ كله. كل الأنبياء كانوا بيدوروا على الخلاص. لأنه فكرة كلمة خلاص هي إيه؟ كلمة خلاص معناها في مشكلة ملهاش حل عاوز تخلص منها. ومشكلة الإنسان هي الموت. ومشكلة الموت من ساعة ما آدم وقع والمشكلة قائمة. فقضية الموت هي نفسها قضية الخلاص، وقضية الخطية والموت دول قضية واحدة.
فالخلاص ده فتش عنه أنبياء، يعني من أول التاريخ كل الأنبياء بيفكروا مع ربنا يقولوا له يا رب خلصنا من الموت، شوف لنا حل من المصيبة دي، احنا مش عاوزين نموت لحنا ولا بقية الناس، وطول ما في خطية في طبعنا يبقى احنا هنموت، مين ينقذنا من جسد هذا الموت؟ مين يفدينا ويشيل الموت عننا؟ مين يدخل في طبيعتنا الميتة قوة حياة؟ فهذا الخلاص فتش عنه أنبياء، معنى كده أن كل العهد القديم بيدور على الخلاص، وده اللي قاله ربنا يسوع له المجد لليهود في يوحنا 5، قال لهم فتشوا الكتب، كتب العهد القديم، فالخلاص الذي فتش عنه أنبياء. من الدراسات الجميلة أنك تدور في كل سفر في العهد القديم فين الخلاص، النبي ده مشغول بالخلاص إزاي، بيتكلم عن الخلاص إزاي، بيكلم اليهود حبايبه وزمايله عن مخلص، وهم يفتكروا قال المخلص هيجي يخلصهم من الدولة مش عارف البابلية والأشورية والمصرية، وطلع الخلاص مش من مستعمر يذلهم يومين على الأرض، ده في خلاص أهم، خلاص من خطية وخلاص من فساد وخلاص من حكم موت عشان ناخد أبدية. فبيقول نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، هذا الخلاص الذي فتش عنه وبحث عنه أنبياء. يعني احنا النهاردة في نعمة، عندنا حقيقة واضحة ما كانتش بنفس الوضوح عند الأنبياء بتوع زمان، كان موسى بيدور على الخلاص وإيليا بيدور على الخلاص وإليشع بيدور على الخلاص، ويبقى عندهم قوة شفاء وقوة حياة لكن عينيهم على المخلص اللي جاي. ولما جه المسيح في التجلي قالوا موسى ويا إيليا يتكلموا معاه يقولوا له أخيرا جيت أيها المخلص الحقيقي، ويقولوا له عارف يا رب، موسى يقول له كانوا فاكريني أنا المخلص، وإيليا يقول له عارف يا رب كانوا فاكريني أنا مخلص، وأنا إيه وأنا محتاج خلاص زيهم، أنا واقع زيهم في الخطية ومحتاج اللي يخلصني. فيقول لموسى أيوة موسى أنت كنت مخلص برضو، كنت يعني إشارة لي، وأنت إليه كنت بتخلص شعبك برضو كإشارة لي. يقول له أنت يا رب وحدك المخلص الحقيقي، أنت اللي كلنا مستنيينك وكلنا بنفتش عنك وكلنا بنبحث عنك وكلنا شهدنا عنك عشان تيجي تخلص البشرية من أولها لآخرها. الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم. إحنا في نعمة ما شافوهاش بتوع زمان، نعمة أن المسيح يأتي في زماننا في العهد الجديد يتجسد ونراه كما لوحيد مجدا لوحيد من الآب. عشان كده في حنا واحد يقول نعمة فوق كل نعمة، الناموس بموسى أعطى، أما النعمة والحقيقة فبيسوع المسيح صارت. يعني كون الناموس جه أيوة دي كانت حاجة كبيرة جدا، أن ربنا يسلم شعبه وصيته بصباعه كده مكتوبة، حاجة كبيرة جدا، لكن دي تيجي إيه دي جنب النعمة كلها، فإن ربنا له كل المجد يتجسد ويجي يسكن وسطينا على الأرض. فبيقول ناموس بموسى أعطى، أما النعمة والحق الحقيقة يعني فبالمسيح يسوع. قبل المسيح كل النعمة تعتبر حاجة صغيرة جدا، لكن النعمة كلها في تجسد المسيح، في معرفتنا بالمسيح. فبيقول تنبأوا عن النعمة. اللي يدرس منكم النبوات في العهد القديم يشوف قد كده بتتكلم عن خير جاي، والحقيقة الخير ده عمره ما جه بالشكل الحرفي الكامل، لكن جه بالشكل الروحي حين تجسد المسيح وفتح علينا بركات السماء والروح القدس. تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، أجلكم اللي هم إيه ناس العهد الجديد اللي زينا، إحنا عندنا نعمة، عشان كده في كل قداس نقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، أنبياء اشتهوا أن تروا ما أنتم ترون وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. يعني اللي عنده كنز ده عنده نعمة كبيرة قوي، ما تضيعهاش، ده في ناس غيرك حفيت عليها، في ناس أعظم منك جدا وأفضل منك جدا وما طلوش اللي عندك، اعرف قيمة اللي عندك. تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم.
آية دي عميقة جدا. هو لسه بيقول لنا ان الخلاص ده اللي هو بيكلمنا عنه، اللي بيقول بالخلاص تبتهجون وخلاص النفوس هو غاية الإيمان. الخلاص ده فتش عنه أنبياء وبحث عنه أنبياء، مش بس كانوا بيدوروا على المخلص وشكله، كانوا بيدوروا على الوقت، باحثين أي وقت أو ما هو الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم. روح المسيح، طب ده المسيح ما كانش جه، ده بيتكلم عن أنبياء العهد القديم. ما هو روح الله القدوس هو نفسه روح المسيح له المجد، مش كده؟ فالمسيح له المجد قبل ما يجلنا على الأرض في ملء الزمان في بداية العهد الجديد، ترك روحه القدوس يسكن في الأنبياء في العهد القديم، روح المسيح نفسه، عشان يخلي الأنبياء يقولوا بالروح المسيح هيجي امتى. اديكم مثل ميخا، مثلا ميخا ده قبل المسيح يمكن بستمائة سنة كان يسكن فيه روح المسيح الروح القدس، وكان عمال يقول للشعب ارجعوا لربنا وتوبوا ربنا يرضى عليكم، لكن هو بيتنبأ بروح المسيح الذي فيه. قال ايه؟ قال وانت يا بيت لحم لست الصغرى بين ولايات يهوذا، لان منك يخرج مخلص يرعى شعب اسرائيل. بيت لحم دي ايه؟ دي قريه صغيره خيبانه ما كانش ليها ذكر وفقيره ومحدش متوقع يطلع منها حاجه عدله. روح المسيح اللي فيه نطقته وخلته يقول لا يا ميخا، قول ان بيت لحم هذه القريه الصغيره بين الولايات الكبيره في يهوذا هي دي اللي هيطلع منها المسيح. عشان كده يوم ما اتولد المسيح له المجد، بعدها جم المجوس يسالوا فين الملك اللي اتولد عندكم؟ البلد كلها اتقلبت، ملك ايه اللي اتولد محدش حس بيه؟ فلما راحوا لهيرودس قال لهم معرفش، استدعى رؤساء الكهنه قال لهم هو انتوا عندكم ملك هيتولد عندنا في يهوذا؟ قالوا له اه المسيح الملك. قال لهم وده هيتولد فين بقى؟ قالوا له في بيت لحم. كانوا عارفين، لان روح المسيح كان يترك عبر الاجيال كل خطه الخلاص ويشرحها، هيجي امتى وهيجي فين وهيعمل ايه وهيقول ايه ومعجزاته شكلها ايه وهيموت ازاي ومين اللي هيموته وهيقوم امتى وهيقوم ازاي. كل حاجه كان روح المسيح يتركها في قلوب الانبياء عبر الاجيال، فكانوا مشغولين باحثين ترى اي وقت ياتي فيه الخلاص وكيف يكون الخلاص ومن هو المخلص. هو ده موضوع العهد القديم كله، هو ده موضوع الأنبياء كله. فبطرس يحطها في سياق جميل يقولها ازاي؟ نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء، الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم. السبق، مش بس كان بيتكلم عن الوقت، استبق روح المسيح فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعده. يبقى روح المسيح كان ينطق النبي يقول له تعالى أقول لك هيحصل إيه في المسيح في آلامه. يمسك واحد زي أشعية قبل المسيح بتسعمائة سنة مثلا يقول له تعالى يا أشعية أفرجك على العبد المتألم. يقول له مين العبد المتألم؟ يقول له أنا. أنت يا رب هتبقى عبد متألم؟ أيوة، بس اكتب انت عليك تكتب. مثل شاة يساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها، وظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، ويقعد يتكلم عن الصليب وعن ذل الصليب وألام الصليب، وأشعياء يقول ويكتب وهو مش فاهم، أو يمكن فاهم بس من بعيد. يا رب معقول بتتكلم عن نفسك وبتتكلم عن ألامك وانت هيبقى لك ايدين زينا ورجلين زينا وهتبقى وصلب مع أثمة ومع غني عند موته؟ واللي يقرأ أشعياء 53 صدقوني يمكن بيوصف أحداث الصليب بدقة أكتر ما وصفها متى ومرقس ولوقا ويوحنا اللي كانوا قاعدين جنب الصليب. طب جابها ازاي أشعياء قبلها بتسعمائة سنة؟ روح المسيح اللي فيهم شهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعد الآلام.
فيقرأ مثلا مزمور زي 22 يبتدي بإلهي إلهي لماذا تركتني، والمسيح يقول الحتة دي على الصليب عشان ينبه الناس انه اتكتب عني كلام ده اللي انا فيه دلوقتي على الصليب عندكم في الكتب بقاله 1000 سنة واكتر. وتقرأ المزمور ده تقول مش معقول، ينطبق انطباق عجيب على المسيح. ثقبوا يدي ورجلي، دي عمرها ما حصلت في حياة داود ولا اي حد من اللي كتب المزامير. ثقبوا يدي ورجلي، احصوا كل عظامي، على لباس اقترعوا وقسموا ثيابي بينهم. كلام بيحصل بمنتهى الدقة. مين اللي كتب الكلام ده؟ روح المسيح الذي في الأنبياء سبق فشهد بالآلام التي للمسيح وأيضا بالأمجاد التي بعد الآلام. فبطرس بيقول لنا الخلاص ده قضية الزمن كله. الخلاص اللي احنا بندوقه دلوقتي هو اللي انشغل بيه أنبياء العهد القديم بالروح القدس، وهو موضوع كرازتنا لكل العهد الجديد إلى مجيء المسيح. نقول للناس تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. في العهد القديم كانوا بيكلموا الناس عن مخلص آتي، إحنا بنكلم الناس عن مخلص أتى ويأتي. مخلص أتى وخلصنا على الصليب، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. هو موضوع واحد من أول التاريخ لآخر، اسمه موضوع الخلاص، كيف يخلص الإنسان من الموت والفساد. الذين أعلن لهم، الأنبياء دول أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء. خدها حتة حتة. الأنبياء دول أعلن لهم بالروح القدس، معنى كده أن النبوة اللي كان يقولها أشعياء أو ميخا أو أرميا كانت إعلان من السماء، ما كانش اجتهاد منه، ما كانش ذكاء منه، ما كانش فتاوي منه، لا دي إعلان إلهي. وأعلن ليهم كمان وهم بيكتبوا الكلام ده أنه ليس لأنفسهم، يعني كان ربنا بيقول لهم هيحصل حاجات انتم مش هتحضروها. يا ابونا ابراهيم في نسلك تتبارك كل امم الارض. طب يا رب انا هحضر الحته دي؟ لا يا ابونا ابراهيم، تبقى عندي بقى تتفرج عليها من فوق. لا دي بعد اجيال كتير يجي نسلك اللي هي المسيح له المجد فيتبارك فيه كل الامم وكل البشريه، بس انا اديتك وعدك وانت عرفت ان الكلام ده مش هتشوفه في عينك بعينك وانت على الارض، لكن هيتحقق في ولادك. فهنا بيقول أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم كانوا يخدمون بهذه الأمور. يعني أبونا إبراهيم يقول لنا أنا خدت وعد من ربنا، وإشعياء يقول لنا أنا خدت نبوة، وموسى يقول لنا أنا خدت نبوة، كل النبوات دي طب هل أنتوا اتحققت في وقتكم؟ هل حضرتوها؟ هل اتمتعتوا بتتميمها؟ لا. وما أنتوا فرحانين بيها ليه؟ احنا مش لينا، دي للاجيال اللي جايه. ليس لانفسهم بل لنا كانوا يخدمون. فاهمين المعنى؟ يعني النبوات دي قالوا هل ده احنا، هم ما شافوش بعينيهم، هم قالوا النبوات والاشارات الواضحه عن كل ما يختص بالخلاص والمخلص لكنهم لم يتمتعوا به. ليس لانفسهم بل لنا كانوا يخدمون هذه الامور التي أخبرتم بها أنتم الآن. إحنا بتوع العهد الجديد بقى إحنا اللي واخدين العز كله، عندنا الأنبياء كلهم من العهد القديم وعندنا الحقيقة المعلنة في العهد الجديد، عندنا إعلانات كل الأنبياء عن المخلص الحقيقي، وعندنا المخلص الحقيقي والبشارة به من كل الرسل والكنائس. أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس. عشان كده دايما نقول ايه؟ ان العرش الالهي اللي في السماء ربنا يسوع المسيح جالس عليه وحواليه 24 قسيس، منهم 12 يمثلوا العهد القديم زي ال 12 سبت اللي كانوا منتظرين المسيح المخلص، و 12 يمثلوا العهد الجديد اللي عايشين يشهدوا للمسيح المخلص، ودول كلهم فرحانين بالمسيح في الابديه محتفلين به الى اخر الدهور.
فالعهد القديم كان يشهد للمسيح ولكنه لم يراه ولم يتمتع به. العهد الجديد يشهد للمسيح الذي رآه وتمتع به. فكانوا زمان يكلمون عن المخلص الآتي، وإحنا النهاردة نبشر العالم بالمخلص الذي أتى وأيضا يأتي في مجده. فيقول بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس. تلاحظوا أن الروح القدس هو العنصر المشترك، هو اللي تكلم في الأنبياء وشرح قصة الخلاص، وهو اللي بيعمل في الأباء الرسل وفي كل الكارزين على كل الأجيال لكي يشهد للمسيح. روح المسيح اللي كان منذ الأزل ينطق في أفواه الأنبياء هو الروح القدس الذي يعمل فينا اليوم لكي نقنع الناس ونبشر الناس بالمسيح مخلص العالم، هو نفس الروح القدس. عشان كده تلاحظوا عن الروح القدس نقول إيه في قانون الإيمان؟ نعم نؤمن بالروح القدس الرب المح أم بالبصق من الآب الناطق في الأنبياء. من ضمن ما نقول عن الروح القدس نقول الناطق في الأنبياء، لأننا نؤمن أن الأنبياء لم ينطقوا من ذاتهم بل بالروح القدس. بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء. الروح القدس هو عطية العهد الجديد. الروح القدس في العهد القديم كان يحل على الشخص لتأدية وظيفة، لتأدية دور النبوة، كان يحل على النبي عشان يتنبأ بما يريد الله أن يوصله للبشر. طب بقية الشعب لا، ما ياخدش الروح القدس لأنه شعب مظلم مليان خطيئة. لكن في العهد الجديد الروح القدس مرسل لنا من السماء ينسكب علينا يوم 50، ونمتلئ كلنا في العهد الجديد بالروح القدس ونختم بختم الروح القدس في الميرون، فنصبح خليقة جديدة، عز جديد، مكتوب علينا اسم ربنا، روح الله اللي سكن في الأنبياء سكن فينا. أقول لكم إيه، إحنا رأسنا دلوقتي برأس كل أي نبي أو ملك في العهد الجديد في العهد القديم. ويمكن ده سر الآية اللي بيقولها يوحنا الرائي في أول إصحاح، جعلنا لنفسه ملوكا وكهنة. لأنه وهو بيبص على العهد القديم يوحنا الرائي يقول مين كان بياخد الروح القدس في العهد القديم إلا الملوك والكهنة؟ طب أنا شايف كل الشعب المسيحي واخد الروح القدس، فقد جعلنا لنفسه في العهد الجديد كلنا ملوك وكهنة. بالمعنى ده، بمعنى أن كلنا سكن فينا الروح القدس، ما يلغيش الكهنوت الخاص. الروح القدس المرسل من السماء، هذه الأمور التي أخبرنا عنها والنبوات وسر الخلاص وموضوع الخلاص أمور تشتهي الملائكة أن تطلع عليه. آخر حتة في الباراجراف ده يقول إيه، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليه. تصوروا أن حتى الملائكة لا تدرك الخلاص كاملا، لأن ده موضوع ملوش آخر. وفي أفسس لما بولس يكلمنا عن الخلاص يقول لنا يخبر بواسطة الكنيسة الآن عند قوات الله غير المنظورة بحكمة الله المتنوعة. يعني كأن الملائكة هم كمان مذهولين من اللي عمله ربنا معانا، ما كانوش متصورين أو فاهمين أو مدركين الله يتجسد ويبقى إنسان ويقوم بالفداء من أجل البشرية ويقدم الحياة الأبدية ويروح يحضر مكان الأبدية لأولاده ويترك روح القدوس يسكن في البشر. حتى الملائكة مش مصدق، مش متخيل العظمة دي، مش مستوعبة هذا الخلاص كاملا. فبيقول أمور أنتم أخبرتم بها بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء، هذه الأمور التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليه. نختار آية، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. نحفظها 5 كلمات، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. كمان مرة، نائلين غاية إيمانكم خلاص